السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل برنامج بسيط خالص على بيكتو بلوكس. كل اللي علينا ان انا عايز اقوله ان هو يتمشى لاخر الشاشة، ولما يخبط في النهاية بتاع الشاشة يرجع تاني. فانا محتاج ان انا اقوله ابدأ event ويختار ديت، وبعد كده هظبط الحركة بتاعته. فهقوله ان انا عايزه set rotation style تمام. ممكن اختارها ليفت رايت او دونت روتيت او اول اراوند. انا اخترتها ليفت راوند. وبعد كده عايز الموضوع يتكرر كتير. يتكرر كتير ديت يعني ممكن نختارها ريبيت دي يبقى 10 مرات حاجه زي كده. ممكن نقول له فور ايفر يعني تفضل تشتغل لحد ما احنا نقول له وقف. طيب انا عايزه يتحرك فهقول له موف. ممكن نختارها بقى 10 خطوات 20 حركة زي ما احنا عايزين. طيب لو وصل للاخر ويلف تمام، يبقى انا محتاج اقول له ايه if on edge bounce بالشكل دوت. طيب تعالى نجرب. انا كنت مديله كود هنا قبل كده في البايثون ان هو يختفي تمام، فمحتاج ان انا الغي الكود تمام. نشغل يفضل يمشي لحد ما انا اوقف. ممكن اخلي فيه ويت ان هو يستنى ثواني اثناء الحركة بتاعته، يستنى ثواني. وممكن تخليه يتكلم يعني تقدر تعدل في الحركة بتاعته زي ما انت عايز. ويت اهوت. ممكن نيجي على ويت دوت تمام، وهنا هيبقى ثانية. لا ممكن نخليها ايه 0.1 يعني جزء من الثانية تمام، بحس يبقى هادي شوية. وينفع ان انت تخلي البرمجة بتاعته ان هو شكله يتغير، فممكن نقول له لوكس تمام، واقول له سويتش كولوم 2 توب جامب او ووكينج 1، وبعد كده يروح لوكينج 2 تمام. طيب عشان تبان اكتر اخليه مثلا جامب تمام، بحيث ان ايه كل شوية يغير شكل بتاعه. تمام. طيب ممكن اخلي دي كده ويت هنا. طيب بعد ما عملت الكود، لو انت عايز تسيف الكود دوت على الكمبيوتر عندك، انت ممكن تعمل ابلود لو انت حابب. ممكن تقول هنا فايل، تعمل شيرنج الملف، سيف تو يور كمبيوتر. كده احنا سيفه على الكمبيوتر بتاعنا. توبي ووكينج تمام في الداونلود. بس كده لو انت عايز تفتحه من على الديسكتوب بدبل كليك يفتح معاك البرنامج ان شاء الله.